الامير يعرف اللي بويا. اما التونسي كيفاش لقالها يعني فيرسيون يعني قننها وحده تفرح بيه تفرح بيك. التونسي راهو مبدع مبدع ما تنجمش تشده من الابداع معناها. اكزاكتومون. الو المقصود به اللي هو الرشوه في القانون التونسي. اي كيما يقولوا التونسي انا اليوم جاي باش نمشي لكم حويجه خفيفه نظيفه بنينه. ايوا خلينا نفهموا الساعة شنو هي الرشوة. وفينا إطار تجي باش نفهموا علاش القانون التونسي جرمها، مش حتى كان القانون التونسي حتى الدين والأخلاق نتاعنا ما تسمحش بها. صح. قال لك هذيا شنو هي الرشوة؟ هي متاجرة معناتها تجارة كوميرس. الموظف العام وإلا العمومي في أعمال الوظيفة نتاعو عن طريق الطلب وإلا الأخذ وإلا عن طريق أنه يرفض حاجة مثلا وإلا يمتنع عليها. اللي هي تجي في اطار معناها الاعمال نتاعو اللي يتمظهر هذه الكوليكا من خلال الاخلال بواجب من واجباته الوظيفيه. باه التعريف نتاعها في القانون هي اتفاق بين فردين يعني زوج اطراف او اكثر بغرض واحد منهما على الاخر، معناتها واحد يتفق مع الاخر باش انه يعطيه فلوس والا فلوس هديه ولا هديه والا اي حاجه هو. وفي المقابل الاخر كي يقبل معناتها بالموضوع هذايا باش يمتنع عن عمل والا يعملوا عمل بنيه معناتها الهديه هذيك والا موضوع الرشوه. واضح. الرشوه هذيا خلينا نفرقوا في ان اطار تجي راهي تجي كان في الاطار العمومي. اش معناها؟ معناتها في اطار وظيفه عموميه. علاش؟ ايوه باهي. على خاطر انت كي تمشي للسيرفيس بريفي يعني حاجه باش تاخذ منها خدمات خاصه، مثلا مش تمشي للاجونس دو فواياج، مش تمشي للاسيرونس بريفي باش تاخذ سيرفيس، ماكش تمشي تعمل مثلا اسيرونس الكرهبتك مش تعمل سيرفيس ولا اكزاكتومون. هو كي باش يعمل لك السيرفيس هذاك انت مش تخلصوا افكتيفمون هذاك خلاص خلاص فوالا. علاش تدخل في اطار الوظيفه العموميه؟ على خاطر هنا الموظف العمومي مش انت باش تخلصوا الدوله وهو غاديك الخدمه نتاعو انه يعمل لك خدمات غراتوي يعني مجانيه. دونك انت تعطيه مقابل الخدمات نتاعو هنا تولي رشوه. تولي رشوه خاطر هو ديجا قاعد يخو في شهريه على الخدمه اللي يخدم فيها وماهيش بنزيه. هذيك خدمته زياده الخير اش فيه. الجريمه هذه تتوفر بتقوم معناها بتوفر ثلاث اركي. الركن الاولاني يتعلق بالجاني اللي هو اللي باش يقوم باخذ الرشوه والا باعطائها. الرشوه المرتشي فوالا اللي هو عاده باش يكون موظف عمومي مش عاده في الاحيان الكل لانه قلنا هي تختص بالوظيفه العموميه. بالوظيفه العموميه. الركن المادي اللي هو يا اما يطلب روحه هو ولا حتى لغيره. معناتها تنجم انت مثلا يجي يقول لي يا اخي انا الهديه مش ليا انا يا اخي العمر انا باش نمشي فيها مو امي. معقول؟ هذه اجابه. فوالا. لا والف ليل. لا والف ليل. ليك لامك لعائلتك لصديقك لرفيقك اللي هو راهو ممنوع. واضح. المفيد انت واسطه فيها ديجا. بالطبيعه. باش ياخذ هديه والا منفعه، حتى نجم تكون هاي مش فلوس مثلا. نقولوا خدمه اخرى سيرفيس مثلا تعمل لي سيرفيس مقابل سيرفيس. والركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي راهو لهنا جريمه الرشوه راهي عمديه، ما نجمش نقولوا مش بالعن ما يقصدش ما فماش مهام على نيته هو لا لا مش على نيته راهي عمديه. اذا كان قمت برشوه ولا باخذ رشوه عارف عارف روحك وعارف تبعاتك بالضبط بالضبط يا زينة يعني. الجريمة هذه نتاع الرشوة تتكون من زوز جرائم. اي الجريمة الأولى اللي هي الإرشاء. الإرشاء الإرشاء باهي هذه اللي حسب رأيك أنت شكون والله عمل. كلنا قاعدين هكا نستناو في الإرشاء إيش معناها الساعة؟ الإرشاء اللي نعمله أنا وأنت للموظف العمومي. يعني هكا اللي يقوم به اللي طالب الخدمة. تقول له معناها اللي تقترعي يتسمى الراشي معناها الراش الراش فوالا الراش هذه جريمه الارشاء. اي والارتشاء اللي هو المرتشي. واضح. كل جريمه على حده اللي يكون كل واحد عنده عقوبه خاصه به. فوالا هنا اذا كيفاش نحكيو على جريمه في اطار الرشوه هنا فما نفهموا حاجه فما ميزان ماهوش قد قد فما ديزيكيليبر في الميزان يعني فما واحد عنده ستاتو تو بوفوار فما واحد طرف ضعيف. صحيح. اللي هو طالب السيرفيس هذاك الطرف الضعيف اللي هو المواطن التونسي واللي عنده مثلا يعمل في لي سيرفيس مثلا في البوسطه ولا في غيره في غيره هذاك عنده البوفوار ستاتو ستاتو دو بوفوار. هذاك علاش نحكيو عليهم منفصلين لانه مش نفس العقوبات. واضح. باهي أسيد الفصول 83 و 84 و 85 مجلة جزائية هذوما قال لك أسيدي اللي
يقوم بالرشوة، يعني اللي ياخذ الرشوة معناتها الموظف العمومي، معناتها الجريمة متاعه كيفاش تتكيف؟ 10 سنوات وغرامة مالية. 10 سنوات وغرامة مالية، ويخلص الغرامة المالية دي ضعف الحاجات اللي هو خذاها. مثلا هو خذاها مليونة يخلص زوز، خذاها مليار يخلص زوز، غرامة ضعف الحاجة اللي خذاها ولا ضعف المنفعة اللي خذاها. مثلا وعده معقد تكون مادية، يعني مادية حتى سيرفيس تتقيم، حتى تم الطرد حتى أرض يرجع أرضين تتقيم أكيد مش يرجع أرض، يرجع قيمة العقار، قيمة القيمة دي ما هنا قيمة مادية. واضح. حاجة أخرى هنا قال لك راهو على أن لا تقل الخطيئة عن 10,000 دينار. شو معناتها؟ معناتها أنت مثلا خذيت 10,000 ما ترجعش 20,000، تخلص وترجع 10,000 دينار. لهنا نحكيو كي تفوت ال 10,000 تولي يعني كان أقل أو 10، أكثر تولي قيمتها هي. تولي قيمتها هي يعني نور فوالا. وإذا كان هذية الموظف العمومي قام بالإرشاء، معناها هو موظف عمومي وحاول يرشي موظف عمومي كيفه، ايه هنا تولي ضعف العقوبة، معناتها يولي 20 سنة وأربع مرات الفلوس اللي أعطاها. مشي مشي بالك توصل للإعدام، قلت للإعدام، توصل للمؤبد توصل للمؤبد، توصل للمؤبد. أما هذه حالة خاصة اللي احنا نخص بها القضاة، لأنه عندهم موقف، موقف وعندهم ستاتوت دو بوفوار، وهنا في مش في أي جريمة زادة راهو، كونش في الجرائم اللي مثلا معناتها المجرم فيها باش يتحكم مثلا بالإعدام ولا مؤبد، يعني جرائم ذات خطورة كبيرة، مثلا جرائم قتل ولا حاجة، إرهاب قتل ولا يظهر اللي هو مثلا تعاطف مع هذاك على انحاز جوز القانون فوالي ونحاز فوالا. هنا راهي عقوبة كبيرة برشا واللي هي حسب الفصل 88 20 عام، وتوصل مؤبد على خطورة الجريمة. انت وسديبون يعني الجريمة. حاجة أخرى باش نحكيو عليها، باش نحكيو على اللي يقوم تويكا بالرشوة، اللي هو المواطن التونسي الزويلي اللي ما حقوش يعمل. راهي خمسة سنين من الزز، راهي خمسة سنين. خمسة سنين اي هاي خفيف. وتنجم تنجم تولي من جنحة، يعني خمسة سنين تنجم تولي جريمة توصل حتى 10 سنين، وذي حالة خاصة. كيفاش يتم يعني تقييمها؟ فما وسائل إثبات بالطبيعة، هي بما أنها جزائرة هي كل الوسائل كل الوسائل مسموح بها، مسموح بها وممكن لأنها جزائرية. الشهود، حتى فاتورة تاع فيرسمون ولا حاجة، كل شيء أي حاجة تنجم تكون إثبات بالطبيعة. أما يا سيدي القانون التونسي قال لك إذا كان أنت خذيت رشوة اي وبعد هكا حسيت بالذنب، ضميرك رجع لي، ضميرك رجع لي، ولا خفت شويه شويه، ولا هكا خفت شويه شويه، تنجم تمشي تقول راني انا خديت رشوه ما عند الفتل الفلت، تمشي بلغى على روحك فوالا، والقانون يسامحك يقول لك اسمح. شوف ازاي يعني شفت شو محليه القناة هذا يقول لك باش يشجعوا على كيما نقولوا انهم يناهضوا صحيت والحد ضد الظاهرة هذه. تخي بيان باش نحكيو على الوسيط. اي هذه عاد الوسيط نور مش نورمال توا ولا توندانس. الوسيط، الوسيط هذايا اللي مثلا انت تعرفني انا ايه؟ نقولوا سوبوزون طبيبه اي في مستشفى عمومي، عمومي واضح، وتعرف صديق ليك مثلا تفضل امير تفضل تعرف شو تسمى الوسيط لهنا ايه؟ اللي هو تسمى فعل خير فوالا مش في الكونتكست هذا، يا مش في الكونتكست هذا، هو كي يجيبوه للبحث يقول لهم هذا فعل خير، دخلت بالحسنى انا معناها حبيت نقرب الامور وبرر فوالا. انت الوسيط هذا باش تجي تعرف هذا بهذا وتقول له اسمعني هذا نعرفه ماشي له حويجه تو يركح لك، يركح لك الامور. انت وسيط هنا، انت برا شجعت على الرشوه ايوه، عندها عقوبه زاده كيف كيف. خمس سنين، خمس سنين يا لطيف اللي في بيرو يعمل خير يا جماعه. راهوش اما راهو حتى الوسيط يتسامح اذا كان بلغ زيد لازم يبلغ، راهو ريتها حاله التبليغ الكل يعفيك القانون، يعفيك من العقوبه، معناها يكون فعل خير ومن بعد بلغ تسلك. ماهيش فعل خير يا امير، هذه جريمه تعتبر. والله يا اخي المجتمع التونسي يقول عليهم فعل خير يتسميهم. لا بو دي تو، ما نصلحوا المفاهيم احنا، علاش لهنا؟ هنا باش نصلحوا المفاهيم هذيك ما تسميش فعل خير يا امير يهديك. ونور فما حالات مثلا
انا كموظف عمومي مش نقبل الرشوة. وقتاش وقت اللي مثلا يبدا فما مثلا يقول لي بتخو الحويجة هذية ويهددني بطريقة غير مباشرة بعائلتي مثلا والا باصدقائي والا يقول لي يا فنسلم على الوالدة ولا فما كل الخطابات هذيك اللي هي اللي تنجم انت شو التخمام نتاعك كل ما هما راهم تختار ولا تخويف معناها راهو هنيك تبلغ راهو زاد ما تتحسبش وحتى كان خذيتها انت رشوة في اطار الاكراه والكل راهي العقوبة ماهيش تتسلط عليك تتسلط على اللي قائم بالرشوة والعقوبة نتاعهم تولي دوبل معناتها 5 سنين تولي 10 سنين علاش قلنا راهي تنجم تولي من جنحة تولي جريمة تولي جريمة لأنها باش تضعف لهنا على خاطر هما عملوا سبل الإكراه واللي هي نوعا ما راهي معيبة للرضا دونك أنت قبلتها الرشوة ما ريال ما تحبش تقبلها أنت مكره أخاك على بطل فوالا اسمعني أمير في كل جملة يعطيك عبرة إيه فاهم فاهم الموضوع بالكدا بالكدا فاهم يا نص لهنا إن شاء الله هكا تقريبا فهمتوا المفاهيم والفرق ما بين المرشي والمرتشي والفرق ما بين جنحة والجريمة وطلع الجريمة ما يشفع الخير مع شكون ما يشفع الخير إذا كنت ما وصيت في جريمة يا أمير هو راهو نور أنا بحكم معناتها جوريست نحب نعطي هكا معناتها من عندي أنا تقييم من عندي أنا نراها اللي هي ما هيش كيفية الحقيقة متاع ربي 5 سنين مش كيفية 10 سنين هو 10 سنين برشا الناس ممكن بوتيتر ما همش واعيين اللي هي 10 سنين انا ناكد لك اللي برشا من اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش اللي هي غيالمون يعني حكم نتاعها 10 سنين يقول لك بوتيتر خطيه ماليه صغيره لي. اما اغلبيه العباد ما في بلاش اللي هي 10 سنين او متصور اما راهو انا برشا فاعلين خير ما عرفش باش يفعلوا الخير ليه ماهوش خير هذاك ما دامك تضر انت بالمصلحه بالضبط. العامه ماهوش خير فما حاجه اخرى راهو خاطر احنا ما نعرف قليل نسمعوا انه معناها تم حكم في قضيه نتاع رشوه بالحكم الفلاني ما نتعرضوا لهمش برشا القضايا هذوما في البلاد ما نسمعوهمش او كان جات ما يعرفوهاش العباد خاطر ما فماش تبليغ راهو خاطر كيما قلت ما فماش تبليغ دونك تيخو وتعطي وفعل الخير موجود صحيت وفعل الخير كيما قلت انت ولكن مالوغوزمون فما مفاهيم اخرى اللي وضحت هنا اليوم خلود مشكوره جدا على طريقه في تبسيط المعلومه الحقيقه يذولي بالقمع هكا تصب المعلومات والله بالحق سي ياسر ممتعه الفقره معك يا خلود مشكوره جدا وكانت هذه القانونجي 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 مع القانونجي اللعب لا بالقانون نصل معكم نهاية حلقتنا لليوم انغرو ميرسي لكم الناس كل اللي تابعتونا من بداية الحصة إلى نهايتها شكر كبير لكيب الكل اللي كانت معكم لليوم انغرو ميرسي زميلتنا